والله كان لقاء شيق جدا، استمتعنا جميعا جماهير من عدلان. ميت فارس كده تألقت وفازت على كفر الصلاحات 8-6. احمد شبانه والهدف الاول. احمد شبانه كده في افتتاحيه اللقاء الهدف الاول. اصبحت النتيجه 1-0. والله هدف كده من نجم فريق ميت عدلان والهدف كده يا جماعه يا احمد شبانه. يا سلام عليك يا ابني، والله هدفين يديها ليه سعد عبد الحليم يساوي واحده كده يا جماعه، وتخبط كده في جمعه في وش جمعه يا جماعه تغير اتجاهها. بيقول كده يا جماعه الكره مش بنص الجول، ويظبط الكوره كده بيرسم اهو. بس لطارق ثروت هيتفشل. طارق ثروت على التنفيذ، احمد نجح. هنشوف يا جماعه، وهوبا ارضيه كده محمد نزيه. محمد نزيه على التنفيذ، ومحمد توكل. محمد نزيه يشوط الراجل حلوه كده. يا سلام، هدف لمحمد نزيه. ويجيب الكوره كده علشان يلحق يسجل اللي مكرته. يا سلام، يعمل واحده كده للشباب. هنشوف طارق ثروت هيعمل ايه.